استاذ الهام طال الغياب جدا، واليوم اخيرا رجعت الى بغداد حتى تحيي هذا الحفل الجماهيري المهم. اول سؤال، ليش طال الغياب لهاي الدرجه عن حفلاتك ببغداد؟ والله احكي لك يعني طبعا انا ذكرت بعض الامور من خلال المؤتمر هذا، لكن يعني ايش قد ما اريد ابين انه شعوري ما اقدر، يعني بيصير عندي فد شيء انه ايش راح نسوي في بغداد. ممكن نجمع مثل ما ذكرنا فنانين رسامين على ما اعرف شنو كذا، يعني هذا هو الواقع الفن. نعم. الكل يقاسمه. نعم. اللحظات الحلوه تكون. نعم. هي تفرض نفسها على وجودنا سوى. عندك ذكرى ما تنساها بحفل سابق ببغداد؟ اوه شيء يضحك، شيء يخوف؟ طبعا هواي هواي. زين، انا جبت مجموعه اسئله سريعه اسالها حضرتك. اول شيء استاذ، سمعنا انه راح يكون اكو مهرجان يجمعك بالفنان العالمي إلتون جون، حكيت بهذا الشيء بالمؤتمر، اكو هيك مشروع حقيقي او هو مجرد اشاعه يعني؟ لا يعني ماكو شيء غير الفكره اللي يعني كنت داريدها، وبالنسبه لذول الفنانين اللي ممكن يساهمون في هذه المناسبه. طبعا بيبي كين الله رحمه توفى، هو كان اول واحد قال لي اتمنى انه ازور العراق وكذا. من خلال الايجنسيز مالتنا ومال شو اسمه، انه طلبنا من فلان طلبنا من فلان طلبنا من فلان. والحقيقه المهرجان مو مسار، الفكره يعني لازم واحد يستوعبها. نعم. لكي يقدر يقول ايه ولا لا. استاذ، اخر سؤال لحضرتك، اغنيه موطني كنت انت اول واحد يغنيها. نعم. هل تعتبرها سرقت من عندك من غنوها باقي المطربين اللي شفناهم؟ صارت طبعا نشيد وطني واليسا غنتها. اي طبعا. اليسا شو اللي علاقه الموضوع؟ غنتها هي. ادري بس شنو يعني، مو موضوع مع احترامي يعني الى الواحد الانسان من يغني. الاغنيه محسوبه عليه. سوى عليه كذا او غيره هم غنوه. شو رايك بالجيل الحالي من المطربين؟ والله ان شاء الله يعني انا جدا متفائل بهم، حلو هوايه اشياء جميله جدا واسمعها اني، واصوات عندنا اصوات، وشفت شلون اصوات موجوده. نعم. يعجبك صوت معين؟ ما اقدر اذكر اسامي، لكن موجود أنا أقول لك وجوه وأصوات ممكن يسوون. شكرا جزيلا أستاذ إلهام، ممنون من عندك، شكرا جزيلا. كلمة أخيرة لجمهورك بكل مكان بالعراق. كل عام وأنتم بخير، ويسعدني أن أكون في بغداد بلد الحر والتراب. اليوم كنا تراب إلى أشبعنا. شكرا جزيلا أستاذ.